لما بنتكلم النهارده عن مباراه منتخب مصر ومنتخب كينيا فاحنا بنتكلم من غيرتنا على المنتخب. الحقيقه ان احنا النهارده بنتكلم علشان نتفادى السلبيات بعد كده. انت بتلعب مع منتخب النهارده في المتناول، بتلعب مع منتخب غير مصنف، فما بالك لما بتلعب مع منتخب اكثر قوه واكثر شراسه. هو ده النهارده عنوان الفقره ديت من اللي احنا بنتكلم فيه يعني مع الكابتن طبعا عادل مصطفى اللي منورنا في البيت الكبير. وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن يعني الاخفاقات او خلينا نسميها دروس المستفاده من مباراه اليوم، لانه اللي جاي المفروض انه اصعب. كابتن عادل، صحيح المكسب الوحيد هي النقطه الوحيده اللي حصلت عليها مصر النهارده، ولكن الاداء يعني حتى الكابتن هاني مثلا في الانترو كان بيقول انا كنت متوقع 4-5 في الماتش ده، فكان كان ممكن يعمل كده النهارده المنتخب الوطني في ارض غير ارضه وجمهور غير جمهوره، كان ممكن يعمل كده؟ لا طبعا، ما يعني مباراه في المتناول، يعني خاصه مباراه في المتناول مفيش جمهور ومفيش جمهور ومفيش اي حاجه وارض حلوه قوي وارض كويسه. دي حاجات النهارده يعني كل الاجواء النهارده مش بتاعت افريقيا خالص. نعم يعني كابتن، يعني الناس لعبت افريقيا تعرف يعني ده مش اجواء افريقيا خالص. الملعب كويس، ملعب واسع، النجيله الى حد ما كبيره جدا يعني كويسه جدا، الجو كويس، مفيش جمهور، فكان عند يعني كان كل كويس. الادوات حكم كويس جدا، فكل ادوات النهارده كانت مهيئه، كل اجواء مهيئه ان احنا ماتش كويس وان احنا نطلع بنتيجه احسن من كده. انا شايف ان احنا بس محتاجين يبقى في مش هقول مخاطره، ولكن يبقى في شويه يعني نبعد عن عدم التحفظ شويه. احنا محتاجين تجازف. مش تجازف، انا مش بجازف اصلا، ما عنديش حاجه انا ما بلعبش على حاجه يا صابت يا خابت. أيوة، هو مش مجازفه. هو يعني مزيد من الحريه، قليل من الحريه. يا كابتن عادل، يعني انت بتلعب يعني في وقت من الاوقات ربع ساعه انت وبتلعب قدام كينيا وهي ناقصه لعيب. ربع ساعه دول في وقت هم جم عليك في حاجات، يعني في عرضيتين، في عرضيتين اتعملوا في خلال ربع ساعه. بالظبط، يعني في لعيب من توتنهام ما جاش، لعيب محترف ما جاش، بتتكلم على فرقه بتلعبك ب 10، وانت مع احترامي كمان ان ده يا كابتن عادل النهارده اتشاط علينا 15 كوره. المنتخب مصر استاتيك كده. واحنا شوطنا ثلاثه. وخلال ال 10 دقايق الاخيره وهم بيلعبوا 10 مفيش فرصه حقيقيه انك حتى تقول او مفيش شكل يبين ان انت ممكن حتى تكسب 2-1. بالعكس، احنا كنا قاعدين خايفين لا كوره مرتده تيجي جول. احنا النهارده ما يعني ما كانش باين انت بتلعب استحواذ ولا بتلعب زون عشان تعمل كاونتر اتاك. النهارده ما كانش باين ده، يعني خلينا برضه نبقى منطقيين. انت ممكن تلعب مباراه بتحفظ وتكون بتلعب زون عشان تلعب كاونتر اتاك، انت حتى ما عملتش ده. انت كنت بتلعب مفتوح. على فكره كوبر كان بيلعب كده والناس كانت يعني، بس كان ليه شكل يعني. دايما الناس دلوقتي اصل كوبر والناس ما كانتش عاجباها. كوبر كان بيلعب بالنقطه اللي انت بتتكلم عنها. مشكله كوبر ومشكله اي حد هيجي بعد منتخب كابتن حسن شحاته، ان منتخب كابتن حسن شحاته دول كانوا بيلعبوا كره شراب من الاخر. يعني ده منتخب بتشيل لعيبه، بتحط لعيبه. صح، انا ممكن اقول لك اللعيبه اللي ما كانتش بتروح المنتخب لو موجوده دلوقتي تعمل منتخب تاخد 50 مليون و60 مليون اللي ما كانوش بيروحوا منتخب. صحيح، فده صعب ان انا اقارن، ان الناس كانت تقارن ان الجيل ده بالجيل اللي فات. الجيل اللي فات كان عنده ثقه رهيبه مع فارق الامكانيات. كان صحيح. دلوقتي الجيل ده خلي بالك، الجيل ده هم دول احسن لعيبه موجوده دلوقتي. طبعا صحيح، وجيل قوي طبعا. ولكن مقارنه بالجيل اللي فات لا مش لا زي الجيل اللي فات. لا ما بنتكلمش على يعني الاجيال، بنتكلم على رؤيه. وانت يعني انت كمان اللي خلتني انتبه لكده، ان الطريقه المثلى ل انك تطلع كل اللعيبه اللي عندك، تطلع كل طاقتها. كوبر كان بيعمل كده، احنا ما عندناش بيلدينج اب، فبنعمل ايه؟ احنا بنقفل ونعتمد على كاونتر اتاك. بالظبط، الطريقه المثلى بالامكانيات الموجوده فيها لاعبتنا دلوقتي. نلعب ازاي؟ نلعب ضاغط، نلعب تلتين ملعب، ندي مساحه. يعني انت شايف برضه رؤيتك من خلال امكانيات اللعيبه دي، ايه الطريقه المثلى اللي احنا نلعب بيها؟ الطريقه المثلى انا شايف ان طريقه كوبر، مش هقول ان هي كان كلها احسن حاجه، بس كانت بطريقه كوبر كانت بمزيد شويه من يعني من الحريه كانت تديك حاجه شكل كويس. وخد بالك، كل فرقه العالم وهي بتدافع بتامن وبتشتغل كويس. طبعا المشكله والكوره معاك. بالظبط، انت والكوره معاك بتشتغل ازاي؟ هو الطبيعي دلوقتي في الكوره ما فيش حد بيطلع يضغط عالي طول الوقت ويفضل يشتغل فترات من المباراه. لو طبيعي جدا ده طبيعي جدا، واللعيبه كمان بتبقى جايه من سفر واجهاد وبالذات المنتخبات. مظبوط. انا دلوقتي ازاي بقى، زي ما حضرتك بتقول، ازاي اقدر اطلع احسن حاجه عندي؟ هي دي. انا اشوف الادوات اللي عندي لازم اشتغل عليها. انا لازم اشتغل، لازم يبقى عندي تحرر شويه، لازم في حاجات عندي ديفوهات في فرقتي لازم اخبيها. الحاجات اللي لو في مساحات عندي في ظهر المدافعين لازم اخبيها. اخبيها ازاي؟ العب ضاغط ولا العب مفتوح؟ هلعب ضاغط، هل هلعب ضاغط بلعيبه عندي
كم سرعات فيهم مش عاليه ولا في حاجات كتير جدا لازم انا برضو مش عايز اروح لحتت كتير قوي عشان برضو ما بقاش ان احنا بننتقد بشكل بس في الاخير الوقت. انت بتنتقد افتقاد الفكر الهجومي للمدير الفني للمنتخب الوطني النهارده. انا مع كده من انا شايف مجمل كلامك يعني يبقى في شويه في حريه يعني اقف كويس هو انا النهارده برضو في نقطه احنا ما كناش بندافع لا احنا ولا كنا بندافع ولا كنا بنهاجم بس احنا لو انا النهارده عندي فكر لو انا عندي شويه عندي تحفظ ما عنديش مشكله خالص. تعب بقى ان احنا النهارده لو دافعنا كويس كنت هتلاقي مساحات لصلاح وكنت هتلاقي مساحات لتريزيجيه وكل حاجه لكن احنا ما كانش عندنا حاجه. احنا النهارده حتى وهم مندفعين لا هو انت لا كان عندك استحواذ في نص الملعب ولا عملت كاونتر اتاك كويس. انت حتى الهجمه اللي انت عملتها كانت هجمه منظمه ما كانتش كاونتر اتاك. افتقدنا القائد في الملعب يا كابتن عادل. صحيح القائد شخصيا لا احنا افتقدنا يعني طريقه التدوير جوه الملعب. الكوره ما كانتش بتدور بشكل كويس وده عشان احنا كنا بعيد اللعيبه كانت المسافات كانت بعيد جدا عن بعض واحنا ما استغلناه يعني عارف انا معايا حاجات كتير اوراق كتير كويسه بس شويه مش مترتبه هي عايزه كانت عايزه ترتب بس وكابتن حسام عنده دخل بقى كابتن حسام بيعرف يرتب وبيعرف يشتغل بيقف بشكل كويس ولكن النهارده انا برضو عذره في حته بتاعت المحترفين خلي بالك عارف انا لو بلعب مباراه من غير محترفين كنت هتلاقي شكله احسن من كده بكتير جدا احسن من كده بكتير بس ان هو يعني وجود محمد صلاح محمد صلاح طبعا يعني مش انا اللي هتكلم على قيمته يعني ولكن ممكن وقت من الاوقات ممكن في ماتشات انا مش محتاجها قوي ممكن ما استدعيش كم المحترفين دي ما احرجهمش كمان لو هم مش عايزين يجوا ما احرجهمش ايه المشكله ما اشتغل بال وممكن عايز اسالك حاجه من كلامك ده يعني افهم كده ان انت اللعيب المحترف اللي هتستعين بيه لازم تلعب لازم يشارك طبعا لازم يشارك عايز روح حته ثانيه لا انا بتكلم عن انه اللاعب خلي بالك انا برضو انا مختلف في الحته ديت انا مش لازم كل اللعيبه المحترفه لو ماشي بشكل كويس يعني في وقت من الاوقات كان النني ماشي بشكل وحش قوي بره وكان بيجي يلعب كان في بعض الانتقادات انا في رايي ان اللعيب المحترف اللي عنده اللي جاهز لهذه المباراه يجي يلعب ما فيش عندنا مشكله ومتفق كمان معاك في نقطه ان ممكن جدا في مباريات انا شايف ان انا قادر العب فيها باللاعبين المحترفين الداخليين ان انا اديهم فرصه ويبقى صلاح مثلا يجي على مباراه نيجيريا الجزائر يعني ما فيهاش مشكله هي حسابات ما فيهاش مشكلة. فعلا مشكله طالما اللعيب مش هتسبب له حاجه يعني مثلا في لعيبه بتبقى عايز تلعب ماتشات دي لان هو بقى عنده ريكورد كويس عايز يلعب ماتشات عايز يسجل دي ده نقطه ده حقه تمام. وده حق اصيل ليه لكن لو هو ما عندوش الرغبه مش لازم يبقى اجباري يبقى موجود دي نقطة ماشي. شوية ممكن تكون بعيدة عن احنا بنتكلم فيه ونقطة صعبة شوية ممكن مش بعض هي فيها حساسة شوية لكن على مستوى اوروبا الناس بتتكلم في كده ممكن جدا المدير الفني بيتكلم مع اللعيب قادر احنا محتاجينك لا الفترة ده جاية مش قادر فالعملية هناك اسهل شوية مش شايف فيها حاجة خالص وكابتن حسن الثلاث بطولات اللي اخدهم كم المحترفين فيهم قد ايه؟ مفيش 90% كانوا لاعبين محليين كان في حد تاني؟ زيدان هو بس زيدان مظبوط بس خلاص هو زيدان بس اللي كان محترف ولقيت اللعيبه كان في الدوري المصري خد بالك دي من الحاجات اللي كانت مؤثره جدا مع كابتن حسن ايوه كابتن بس دلوقتي احنا عندنا لعيبه محترفه جامده لا انا بتكلم على الماتشات في ماتشات اللي ما تستاهلش الماتشات اللي مش مستاهله انا شايف ان الماتشات اللي مش مستاهله ادي فيها اللعيبه اللي انا بقى عايز اجربهم بس برضه هستفيد من اللعيبه بتاعتي انا استفيد من نني واستفيد من صلاح واستفيد من طالما جبته واستفيد بيه بالظبط لا يبقى لازم طالما جبت اللعيب لازم استفيد بيه انني بخصوص انني اكتر فتره هو مميز فيها واكتر فتره هو بيلعب فيها وبقى اكتشاف جديد في مركز رقم 6 انت النهارده الاثنين لعبت باثنين بستتين جوه الملعب عادي ممكن العب انني طالما انا عندي فكره ان انا المباراه الجايه طلع ستتين ونزل كمان اتنين مدافعين كمان يعني عمرو السوليه بيزيد شويه لكن برضو ما شفناش في الجانب الهجومي يعني مش الزياده الكبيره التمانية الطبيعي مش التمانية اللي هو الزياده الطبيعيه الكبيره جدا فانا ليه طالما جبت لعيب ما لعبه وطالما انا عندي الفكره بتاعت ان انا لو انا ربنا كرمني وصعدت ما اجيبش اللعيبه دي معايا المباراه الثانيه ما العب واستفيد بيه وكمان انني ماشي كويس انا برضو هي النقطه بتاعت كابتن حسام ان انا ما اقعدش افتح على نفسي حاجات كتير يعني ممكن في حاجات بقى تبقى الامور نهدي الدنيا شويه ده مش عيب على فكره مش عيب خالص طبعا مش عيب ان انا بذكاء على فكره بذكاء ان انا اشوف الدنيا مش هقول امشي ورا الناس بس انا شايف ان الدنيا في مش احسن حاجه في حته معينه يبقى اقفلها ومش شايف فروقات كبيره خلي بالك ولما تيجي منطقيا لما تجيب لعيب من ارسنال بيلعب اساسي وعندك لعيب بيلعب في الدوري المصري ايا كان اسمه لو جيت عملت مقارنه
لو اديت للعيب اللي بيلعب في ارسنال ده ما حدش يقول لك لا انت لعبته ليه. وكمان الراجل اللي هو بقاله فتره بيلعب اساسي هو اسم اللاعب المحترف يحط احسن فترات حياته. ده حقيقي.